أعلن سكرتير عام الغرفة التجارية بدمياط المشرف على معارض أهل المدارس سمير شطة، أعلن افتتاح 3 معارض جديدة في دمياط الجديدة ودمياط القديمة وفرسكور، وذلك بالمشاركة مع مديرية التموين ومبادرة كلنا واحد. وأكد شطة أن التخفيضات المقدمة من قبل التجار المشاركين في المعرض وفروق الأسعار المطروحة للمواطنين أقل من السوق المحلي بكثير، وتصل نسبتها ما بين 25% إلى 40%. المعرض اشتمالاته كلها كل ما يلزم الأسرة من زي مدرسي، شنط، أحذية، جميع ما يلزم الطالب موجود في المعرض عندنا بأقل الأسعار. عندنا 45 عارض، العارضين شركات ومكاتب جملة والتجار الكبار كلهم عارضين عندنا في المعرض، وبالأسعار ما شاء الله كل الناس يعني في إقبال ما شاء الله كويس جدا. احنا بنبيع من جملة من أول قطعة، يعني اللي بيشتري قطعة زي اللي بيشتري من الكرتون، فبنخفف كتير على المواطن إن هو يقدر ياخد منتج بسعر كويس. أسعار كلها في متناول الجميع، أسعار كويسة، خامات كويسة، الأسعار كويسة في متناول كل الأسر المصرية المتوسطة والبسيطة كمان. جهود مشكورة، بنشكر القائمين على المعارض اللي زي دي.